السلام عليكم ورحمه الله عيد مبارك سعيد اخواتي تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما فرحانين وسعدانين كتدوزوا العيد ان شاء الله مع العائله ديالكم او أه كتوجدوا ان شاء الله العيد ديال ان شاء الله في المغرب أه اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم أه رغيفات أه معمرين وكذلك نشارك معكم بوشير اللي طلبتو مني أه اولا غادي ندوز غنوجد دابا العجينه ديال الرغيفات أه استعملت هنا كوب من الماء واستعملت كوبين من يعني الفينو اللي هو سميد الرطب يعني يكون رطيطب. او ممكن تستعملوا يعني الدقيق ديال الدقيق ديال الزرع كتغربلوه واستعملت ثلاثة ديال الاكواب ديال الفارينة مغربلة حتى هي ممكن تستعملوا حتى الفورس الا بغيتو الفورس غتجيكم العجينه اسهل ومطاطيه اكثر ولكن الفورس راح فيه اضافات اما الفرينه ما كيكون فيها حتى شي اضافات أه هنا استعملت شويه ديال الملحه بالنسبه للماء أه اللي كفاني في هذه العجينه كامله كفاني كاس يعني كاس ونص يعني استعملت كوب ونصف حيت من بعد من ديتها هذا أه خصني واحد نصف كاس تقريبا وزدتو لان مشا ليا المقطع ديال فاش كنعجنها يعني كنت صورت حتى العجين يعني الطريقه ديال العجن ساعه ما عرفتش مالقيتوش هنا أه استعملت ملعقتين ديال الخميره البلديه وملعقه صغيره غير نصف ملعقه غير شي شويه ديال يعني ديال العسل صافي ويعني دلكتها مزيان وخليتها يعني تخمر شويه حتى حتى خمرات يعني حتى بدا كتطلق يعني الخميره البلدية بدات كتعطي مفعول عاد قرصتها بالنسبه لهنا كنوريكم هاد الحبيبات اللي كيبانوا لكم ديال النخاله لان الخميره البلديه فيها النخاله انا كنعجن الخبز غي بالدقيق الكامل صافي هنا كيف كتشوفوا انا سر أصر... غنسرحها مزيان بالنسبه للحشوه اللي غنعمر بها هاد الرغيفات الـ يعني المربى ديال الشريحه اللي كنت شاركت معكم يعني التين المجفف خلطته هنا مع شويه ديال اللوز بالقشره ديالو محمر ومهرمش وغادي نزيد ليها شويه ديال ديال الماء الزهر ممكن نزيدو قشور ديال يعني البرتقال مبشور كيتواتا بواحد الشكل رهيب مع مربى ديال مع التين بـ يعني سمحوا لي كثرت عليكم الحشوات ديال التين ولكن راح كتجي لذيذه بزاف ومهم وليداتي كتعجبهم انا عارفه بان كتعجبهم داكشي اش وجدتها لهم في هذا العيد مهم الطريقة ديال باش غنوجد هاد الرغيفات هادو صافي غدا نتني غير العجينة هكذا وغدا نحاول نقرصها على شكل مربع يعني ممكن تستعملوا الطريقة اللي بغيتو تتعدد الطرق وغالبا النتيجه كتكون يعني غير نحاولوا نكثروا التوراق وصافي دابا هاد الطريقه هادي ممكن يعني نستعملوا حتى يعني نستعملوها نتنيوهم هكذا على زوج ونزيدوا وحده اخرى ونعاودوا نزيدوا الا بغينا تجينا واحد التوراق كبير ولكن انا بغيتهم يجيو رقاقين ومقرمشين صافي كيف كتشوفوا العجينه شويه كتقطع لان فيها النخاله لكن ماشي مشكل كيجيو كما مقرمشين يعني كندهن بالزبده الزبده وكنرش ب خصني نرش ب لانني هنا واحد لقيتها غدا ننسى بعد عاد غنرش بالسميده بالنسبه للانواع ديال الحشوات يعني ممكن تستعملوا اما اللوز بوحدو يعني علقه العقده ديال اللوز بحدها يعني الكلاسيكيه العاديه او ممكن تستعملوا حتى الحشوه اللي كنت شاركتها معكم من قبل هي ديال المشماش المشماش اللي كيكون مجفف مع اللوز حتى هو كيجي زوين بزاف كيتواصلوا مع بعضهم كتجي حشوه رائعه جدا او ممكن تستعملوا غير الكاوكاو حتى الكاوكاو بوحدو حتى هو كيجي مزيان لكم حريه الاختيار صافي هنا كيف كتشوفوا استعملت يعني القياس ديال 4 ديال الصباع وكنقطع غير يعني باش نحاول يعني نجيبهم هكذا قد قد صافي وكنستعمل هذيك الحشوه ديال الشريحه الشريحه اللي ممكن تعوضوها بالتمر فايت مني شاركت معكم حتى العقده ديال التمر يعني هاد هذ الحشوات هادو ما كنحتاجوش نزيدو السكر وكيجيو زوينين بزاف بزاف المهم انا ولفتهم لولادي كيعجبوهم داكشي باش يعني الشريحه كنت حتى مع راه شاركتها معكم حتى ملي كنخلطوها مع يعني المالح صافي وكنت شاركت معكم كذلك مسمن معمر بالتمر واللوز حتى هو كيجي زوين في هذا رمضان صافي هاد راني غير بهاد الطريقه هذه وفي هاد الاثناء راني سخنت الفرن يكون درجه ديال الحراره ديالو تكون 220 او 200 و كندخلهم حتى كيتحمروا ونخرجهم. هنا صافي غدا ندوز باش نوجد البوشيير اللي قلتو لي نتشاركو معاكم استعملت 250 غرام ديال الدقيق الكامل و250 غرام ديال السميد الناعم او يعني ممكن تستعملوا حتى دقيق الزرع انا ما بقاش عندي داكشي باش ما كان ما استعمل كنستعمل غير هاد ما يسمى بالفينو او سميده رقيقه يعني السميده الناعمه بصراحه كيقولوا كي لها السميد الناعم يعني كيكون رقيق رق من السميده اللي كنحضروا بها الحرشه وبالنسبه للكميه ديال ديال الخميره استعملت تقريبا خمسه ديال المعالق كبارين هنا كنستعمل غدا نسمو بزريعة الكتان اللي كنرقدوها يعني لان الا ما رقدناهاش يعني كتشرب لينا السوائل اللي كاينه كلها في الخبز والا انا اما كنرقدهم اما كنرقد هاد يعني الخميره زرعه الكتان او كان يعني كان يعني كنرخف العجينه مزيان وكنخليها تشرب لي السوائل اللي كاينه في, في العجينه هنا كيف كتشوفوا صافي ديتها دابا تعجن وغدا نبقى نزيد بشويه بشويه الماء استعملت فهاد الكميه ديال العجينه استعملت كوبين ديال الماء اللي كفاني في 250 غرام ديال يعني 500 غرام تقريبا ديال الدقيق يعني 250 غرام ديال السميد الناعم اللي هو تقدروا تستعملوا الزرع و 250 غرام ديال الدقيق ديال الفرينه غير هو كامل بالنخاله ديالو والخميره البلديه بطبيعه الحال صافي هنا كنعجن ومن بعد ما كنزيد شويه ديال المليحه كيف شفتو معايا وكان كنخليها تدلك مزيان حتى كتجمع عاد كنبقى نقطر عليها بشويه بشويه, بشوية بالماء باش كتجيني يعني مدلوكه كنخليها على خاطرها وشي مرات كاع كنحبس تدليك و كنمشي نقادي شي حاجه اخرى و كنعاود نرجع ليها باش كتجيني مدلوكه مزيان وبهالطريقة الطريقه هذه كتخمر لنا حتى بسرعه وصافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا ها هي دلكات مزيان كنحصلوا على هذا القوام هذا وريتكم هنا باش تشوفو بانها كتجي متماسكه وفي نفس الوقت يعني مرخوفه كتلصق في اليدين كتجي هكا مرخوفه المهم هذه هي هذا هو بوشير اللي علمته ليا اختي اللي كبر مني تحيه ليها كنت كنشوفها دائما كانت كتوجدوا لينا في, في العيد كطيبو هي اختي بال بالزيت انا هنا غدا نطيبو بالماء يعني كت هكا كتستعمل الماء باش كتقطع ومن بعد كتكرس يعني كترش المقلاه بالزيت كانت كتستعمل واحد الكميه كبيره ديال الزيت انا هنا استعملت غير الورق هو اللي غادي يساعدني باش ما نطيبوش بالزيت وممكن تستعملوا حتى الدقيق يعني شي مرات كنقرصها كنغطسها هكا بالماء وكنرش الدقيق كناخذ الورق دائما بمساعده الورق كيسهل كي عليا كنرش الدقيق لتحت وكنقرص يعني هاد الخبيزات هادو وكنعاود نرش الدقيق وكنخليهم يعني كن يعني نقرس واحد ثلاثة ثلاثة هكذاك وعاد كنبدا نطيب هنا لا هنا غدا نستعمل غير الماء يعني كنستعمل طريقتين غير الماء وكنقرسهم هكذا آه الاخت ديالي كانت كدير بحال هكذا كانت كت مباشره للمقله كترش واحد الكميه كبيره ديال الزيت وكتحط هكذا يعني الخبيزه هكذا آه الا قرستهم كيف قلت لكم مع شويه ديال الدقيق كي يعني كي واخا غلا كيجيو غلاضين وكيتحلوا من من الداخل هاد الطريقه هذه كيجيو يعني هاد النوعين بجوجهم بالنسبه ليا انا بوشيه راه بخي كل منطقه وكيفاش كي كيفاش كي كيسميوه كي صافي هنا كيف كتشوفوا معايا غنبقى كنخليه حتى كي يعني بيض من الفوق عاد كنقلبوه صافي هنا بالنسبه هنايا الرغيفات بغيت غير نوريكم هادو الليله يعني انا هادشي وجدته في ليله العيد بغيت غير نشوفكو تشوفوا يعني بالليل كيفاش كانوا وفي الصباح كيفاش ولاو يعني ها هما هادو يلا خرجتهم من الفران هذا نرشهم عي كي خرجوا من الفران نرشهم انا غيب شويه ديال السيرو اللي قلت لكم ديال جوز الهند ممكن تستعملوا العسل اللي بغيتو صافي وغادي نزينهم هنا برقائق اللوز زوينين بزاف هاد الرغيفات هادو نحليكم وحده يعني بالليل كيفاش كانوا شوفوا يعني كتسمعوا حتى القرمشه ما شاء الله غير طريقه الطهي يعني كتطلعوا مزيان درجه الحراره يعني بحال الفيطه بحال لا بات فيدي حتى كيتنفخوا وعاد كتعاودوا تهبطوا درجه الحراره باش يطيبوا مزيان من الداخل هذا هو السر ديالهم باش ينجحوا ليكم يعني وخا حضرنا معي بالخميرة البلدية هنا صباح العيد كيصبحوا هكذا بعد كيوليو هكذا يعني وخا الصباح بقاو مقرمشين جاو مورقين كما كتسمعوا القرمشه واخا هذا يعني صباح صباح العيد انا ما استعملش كاع الضو يعني لا لوميير بروفيسيونيل غير غير يعني الضو ديال النهار كيبان لكم الفرق صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البوشيار يعني كنديروه شويه غليظ أه وكيجي أه زوين بزاف بالخميره البلديه كيجي ألد من العادي غير هو اللي, اللي استعملنا يعني الدقيق الابيض بطبيعه الحال غادي يبان المنظر ديالو يعني أه اجمل ولكن حتى بهكا الدقيق الكامل راه كيجي لذيذ هنايا كتشوفوا معي هاد الرغيفات صغيورين هادو ملي كنت صغيره دائما في رمضان في العيد ديال رمضان كنوجد هكذا الشهيوات كلهم كنا كنوجدوهم صغيورين صافي كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم جربوا هاد الشهيوات الا ما جربتوهمش دابا المره اخرى ان شاء الله مهمة انا ننزلهم لكم في القناه وقت اللي بغيتوهم تلقاوهم ان شاء الله وبالنسبه لهنا هاد العسيله هادي انا الفكره كنت كنت عند اختي امينه كان شرات واحد العسل فيه هكذا يعني فيه اللوز فيه يعني فيه مكسرات هكذا وليت كنحضروا بحال هكا غير في الدار كناخذ العسل الحر وكنزيد فيه مكسرات كيجي لذيذ بزاف كفكره ممكن يعني توجدوا حتى نتوما الا بغيتوا واستودعكم الله اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم الى وصفه جديده ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله